caught in the crossfire. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كله بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. واليوم موضوعنا يا شباب شلون تشحن ببجي موبايل بالطريقة الصحيحة والطريقة السهلة. أحسن الطريقة اللي هي كارت جوجل بلاي، لازم يكون عندك حساب جوجل بلاي. فهذه الطريقة جدا سهلة وحلوة، طبعا شارح عنها سابقا بالقناة، بس هذه اللي نحدثها والموقع هذا الشرح جديد. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب يا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا أصدقائكم. طيب نروح للشرح. طبعا نجي هنا على هذا الموقع اللي راح خليكم اياه الرابط مالته اسفل الفيديو مثل ما تشوفون. هذا الرابط مال الموقع. تجي هنا بكل بساطة تخلي الاي دي مالتك، وتجي هنا مكتوب لك طرق الدفع، تريد بالماستر كارد ذن طرق الدفع. احنا راح نسوي عن طريق الموبايل اللي هو عندنا اسيا وزين. اني راح اخليه على اسيا، طبعا خطي هو اسيا. وعندنا هنا اسعار يا شباب، عندنا 30 شدة ب 600، عندنا 60 ب 1200. فاني راح اشحن 1187 شدة اللي هي ب 21300 رصيد اسيا. فكل اللي عليك تسويه، طبعا هواي قبل شرحت الموقع هذا بس بغير شكل، كان ما محدث هذا التحديث الجديد. شرحت هواي يقولون انا شحنت مجان الرصيد وكل ناس تغلط وتسيب. يا صديقي ما يراد لها اي شيء، يعني انت تجي هنا مثل ما تشوفون، هنا عندنا هذا الاي دي مالتك، اوكي هذا هو الاي دي مالتك. تروح للموقع، هذا هو الموقع. صغر الشاشه انا خل اصغرها. مثل ما تشوفون هذا الاي دي مالتي نفس هذا، مثل ما تشوفوا هذا راح انقله هنا، راح اكتب 5175، اوكي 2 8 4 3 7. هذا هو الاي دي مالتي. شلون تتاكد انه هذا الاي دي مالتك؟ وحتى من تشحن راح يوصل لك الرصيد بدون اي مشاكل. ولا تقول لي شحنت وما جانا الشدات، او اخذوا الرصيد من عندي وما وصلت للشدات. موقعي يا صديقي هذا موقع من الشركه، موقع يعني هساني اذا ترجع لي فيديو يمكن صار 3 اشهر او 4 اشهر انا اشحن بنفس الموقع، واكو واحد يقول لي ما يصير تشحن مرتين بنفس اليوم في يوم لك. موقعي يا صديقي هسه انا ادوس حسنا، طبعا هنا محدد، هنا يقول لك المعرف هذا، شفت هذا هو المعرف مال اللاعب، يقول لك الاسم المستعار هو حسن كريم يوتيوب مثل ما موجود هنا حسن كريم يوتيوب. هسه انا كل ما اشحن او اي شدات راح اشحن راح توصل لي، لان هذا اسمي وهذا الاي دي مالتي، ماكو اي خطا بالموضوع. راح ادوس الدفع الان. طبعا هنا يحولك هنا صوت مال السياره، طبعا هنا يحولك يقول لك اكتب الرقم مالتك. هنا يقول لك اختر المشغل انت تريد زين او اسيا. انا على اسيا، يعني اسيا عندي سيم كارت اسيا، حولت على اسيا. اجي هنا طبعا هو كاتب لي 964، انا راح اكتب بس 77 واكتب رقمي. هذا هو رقمي كتبته مثل ما تشوفون، من الاصفر صار ازرق يعني او سمائي، يعني الرقم صحيح. ادوس هنا اوكي، انتظر عدة دقائق. شو يقول لي؟ يقول لنا يرجى ارسال ببجي الى الرقم 24 23 24 23. اروح انا هناك ارسل كلمة ببجي كابيتال، افتح موبايلي، طبعا اروح على الموبايل مالتي واسوي انشاء رسالة، وراح اكتب اول شيء الرقم اللي هو 24 23، اوكي. شو ارسل داخل الرسالة؟ راح ارسل كلمة ببجي كابيتال بالاحرف الكبيرة PYU، قصدي PG، هذه كابيتال مثل ما مكتوبة هنا تكتبها عندك بالرسائل. راح اضغط ارسال، ضغطت ارسال، راح انتظر توصل لي الشدات. شلون راح توصل لي الشدات؟ راح هنا تتغير هذه القائمة، راح تطلع القائمة، ننتظر عدة ثواني او دقيقة، بالعادة هو ما يتأخر. مثل ما تشوفون يقول لك تمت عملية الشراء بنجاح، اشتريت 1187 كاش بمبلغ 31300 دينار. هساني هنا راح ادوس الاغلاق، ما عندي اي شيء بعد هنا، كل شيء طلع لي كمان نجحت العملية الشراء. راح ادوس رجوع، اعتقد اعطاني ام 7 15 يوم. ادوس رجوع، هنا انتظر تجيني شدات، خلي اشوف
مثل ما تشوفون يا شباب وصلت لي الشدات. طبعا يمكن أنا عندي 7 شدات 1194 وصلت للشدات. وهنا بالرسائل أعتقد انطوني الهدية مال الشحن مثل ما تشوفون M7 هذه، لأن أني شحنت مثل ما شفتوا يا شباب. هذه الطريقة سهلة قدامكم وسويتها قدامكم وما بها أي إشكال، فماكو داعي أحد يكتب لي إنه هذه غلط أو شحنت وما وصلت للشدات، أخذوا رصيد من عنده وما أعطوني الشدات، ماكو شيء. تكتب الاي دي مالتك مثل ما قلت لكم، ومن تكتب الاي دي راح يطلع اسمك اوتوماتيكيا. اذا ما طلع اسمك انت بعد المن ترسل، يعني اذا ما طلع اسمك جوا الاي دي مالتك ليش ترسل الشدات او ليش تشحن؟ لازم يطلع اسمك مثل ما شوفتكم بدايه الفيديو. اللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسانا من اللايك وسبسكرايب ومشاركه المقطع ويا اصدقائكم. اشوفكم بخير. It's caught in the crossfire.